مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنينك قصة. معك في الاستوديو المرنم الحبيب منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليكي. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوه اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوه اللي فيك، الحلوه اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا مع البرنامج سواء عن طريق بإرسال خطابات أو بيتصلوا بينا تليفونيا أو رسائل SMS التليفونية أو بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. من ضمن الرسائل اللي جاتنا رسالة بريد إلكتروني إيميل من خلال موقعنا، رسالة من المشاهد بيتر موريس. بيتر بيشكرنا، بيقول أنا بشكر جدا كل فريق عمل برنامج حياتك في قصة، ربنا يقويكم، استفدنا منكم كثيرا، رب يبارككم. وبيحكي بيقول أنا شاب سني 24 سنة بشتغل في مصر في مدينة شرم الشيخ، وبيقول اتخنقت، تعبير كده اتخنقت، علشان مش لاقي حواليا مؤمنين حقيقيين ومش لاقي وقت للصلاة. بقول لبيتر وبيطلب الصلاة لأجله، بقول لبيتر فعلا كل الفريق بيوعدك وبنصلي لأجلك. لكن بقول لك كمان أنه أنا بظن على ما أنا فاهم أن في بعض الكنائس في شرم الشيخ أكيد هتقدر توصل ليها. بيقول صلوا لي عشان أسيب شغلي وأروح بلد تاني. يمكن ده فكر ربنا تجاهك، لكن ممكن كمان يكون فكر ربنا انك تبقى زي النور او الملح في شرم الشيخ، وتبداوا انتوا كمان تروحوا كنيسه مع بعض وتكونوا سبب بركه بعضكم لبعض. قصتنا النهارده من القصص الرائعه الحقيقيه واللي انا بحبها جدا بعنوان ببلاش يا سمك، وانا قلتها باسمها الحقيقي ببلاش يا سمك. كلمه ببلاش دي لفظه من اللهجه المصريه اللي معناها مجانا. ببلاش يا سمك أو مجانا يا سمك هي قصتنا النهاردة، وبتحكي عن راجل بيع سمك هو وولاده. جابوا سمك من أرقى الأنواع، سمك حلو قوي، وراحوا بيه لقرية من القرى ضايعة، يعني من القرى الصغيرة الفقيرة. وهناك حطوا السمك وبدأوا ينادوا يلا سمك، سمك طازة، يلا سمك. كان سمك حلو وكان لسه حي بيلعب كده، والناس بصت للخياشيم بتاعته لقيتها حمراء، وكل واحد منى نفسه بأكل السمك روعة. بس قالوا له بكام؟ قال السمك غالي، ده نوع فخم جدا، السمك ب40 جنيه. و40 جنيه كبيرة جدا على القروي البسيط. قالوا له يا عمي ممكن ناخده بخمسة بسبعة. قالوا له لا هو ب40، لأنه ده من أفخر أنواع السمك. السمك حلو بس غالي. وكل واحد بدأوا يمشوا، كان نفسهم ياكلوا سمك. المهم بعد مرور بعض الوقت ولا واحد اشترى، جه راجل بعربية فخمة حمراء اللون ولابس كرافتة جميلة وبدلة آخر شياكة، وقف قال له بكام السمك؟ قال له السمك ب40 جنيه. قال له عندك كام كيلو؟ قال له عندي كذا كيلو. قال له خلاص خد أهو وخلي الباقي عشانك. اداله كل ثمن السمك واداله يمكن 30-40 جنيه زيادة، والراجل قال له كتر خيرك يا سعادة البيه، بدل ما السمك وبدل الراجل يشيل السمك علشان يحطه في الصندوق بتاع العربية من ورا، الراجل قال له لا انا ما اشتريتش السمك علشان اخده معايا في العربيه، انا اشتريت السمك عشان اوكل الناس الغلابه دول الفقراء. قال له طبعا اعمل ايه يا بيه؟ قال له نادي يقول ببلاش يا سمك، مجانا يا سمك. الراجل قال له طب ده الناس هتموتني هتسحبني. قال له لا بس انت قول ببلاش يا سمك واللي يصدق ياخد. جه الراجل هو وعياله قعدوا يقولوا ببلاش يا سمك. طلعت له ست فقيره وجوزها بكام يا عم؟ قال ببلاش. قالت له ايوه بعد ما باظ بره، بعد ما السمك باظ في حاجه ببلاش. واحد تاني وجعان هو وعياله بكام يا عم؟ قال ببلاش. قال اه بعد ما ناكل تقعد تحاسبنا وبدل ما ب40 جنيه تخليه ب100 جنيه بره. المهم قعد ينادي ببلاش والناس مش مصدقه، لان زي المثل الامريكي بيقول لك nothing free، مفيش حاجه ببلاش. بعد كده اسره فقيره جعانه جدا معاهم 7-8 عيال فتحوا، قالوا يا عم ريحنا بكام؟ قال لهم ببلاش مجانا. قالوا طب ناخد 2 كيلو، خدوا 2 كيلو وراحوا. بعدين قالوا ازاي ببلاش؟ هم سابهم ياخدوا ازاي؟ قال لهم بصوا سعاده البيه اللي هناك اللي في العربيه الفخمه دي،
روحوا قولوا له شكرا، هو اللي دفع الثمن. كم أسرة زيهم شوية 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 لغاية ما السمك خلص، وبدأوا بقى اللي يعمل طواجن. الريحة أكيد وصلت لك عزيزي المشاهد، أنا نفسي دلوقتي يعني جعت وأنا بحكي عن السمك الحلو اللي عمل طاجن، اللي شواه، اللي عمله مقلي. بدأت بقى القرية تشم ريحة السمك، والست تسأل جارتها جبتيه منين؟ قالت لها من الراجل. قالت له الراجل اللي كان بيبيع ب 40 جنيه؟ قال اه. بكام؟ ببلاش، لأن سعادة البيه الراجل الطيب اللي هناك دفع الأجرة. جريوا على الراجل بياع السمك، كان السمك خلص وندمانين وهم جعانين ومصارينهم بتقرصهم وهم جعانين، تقول يا خسارة، يا ريتنا صدقنا وخدنا، بس فات الميعاد، فات الوقت. عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، قصة حقيقية ببلاش يا سمك، سأستكملها معك بعد أن نستمتع ونحن نستمع لهذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا الجميل منير حبيب. ستعفو ثم تعطيني سلاما، بل تقبلني بحب قد تسامى، غافرا كل خطايا تماما. مجدا لك أبدي إله كل نعمتي، مجدا لك أبدي، مجدا لك شيء في يدي، خاتما ألبستني عهدا سنيا، عهد نعمك الذي فيه سأحيا، إذ تدوم النعمة ما دمت حيا، كما أنا فيه أبي صرت الغنيا. مجدا لك أبدي للزمان، في ابتعادي عنك جوعي وهواني، في وجودي معك عزي وطماني، شيبع الروح وستري وأماني، لا أعود أخرج هنا مكاني. مجدا لك قصتنا النهاردة بعنوان مجانا من غير شيء في يدي، مجانا يا سمك. القصة بتحكي عن راجل كبير غني عظيم، دفع الفلوس، دفع الأموال المصاري كلها بتاعت السمك علشان أهل القرية كلهم يأكلوا ببلاش. في ناس صدقت وأكلت ببلاش مجانا، في ناس قالت مش ممكن، مفيش حاجة مجانا، فمرضتش تاكل. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة،
أرجوك سيب اللي في إيدك وركز معايا في الكام دقيقة دول. عايز أقول لك ناس كتير مش بتاكل أبديا وبتظل جعانة، عارف ليه؟ عشان مش مصدقة إنه ببلاش. يقول لك مفيش حاجة ببلاش يا عم، مع إن المثل بيقول لك أبو بلاش كتر منه، بس عند الخلاص، عند التوبة، عند السماء مفيش. قصتنا معناها ببلاش يا سمك، دي اسمها، لكن معناها ببلاش يا سما مش يا سمك. هل تصدق قال المسيح في انجيل يوحنا صح 14: في بيت ابي منازل كثيره، انا امضي لاعد لكم المكان. مش يعني جاهز السما، لا لا لا، يعد المكان يعني يذهب الى الصليب لكي يدفع الاجره ببلاش يا سما. حد يصدق ان السما بقيت مجانا؟ ايوه طبعا، هذا ما تعلنه كلمه الله. عند الصليب الرب يسوع واحده من الكلمات السبعه اللي قالها المسيح، سبع عبارات عند الصليب. العباره رقم خمسه قال قد اكمل. قد اكمل تلستاي باللغه اليونانيه معناها قد وفي الثمن، نفس المعنى اللي موجود في انجيل متى وصح 17 لما يسالوا التلاميذ: اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ يوفي هي نفسها قد اكمل، يعني يدفع. الرب يسوع دفع كل اجره خطايانا، مكتوب عنه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه. علشان كده السما بقت ببلاش. انا عارف كلام يمكن يزعل بعض الناس، من هم الناس اللي عايشين في خطاياهم بس بيدفعوا فلوس في الكنيسة. هتقولي طب وغلط ان ادفع فلوس في الكنيسة؟ لا مش غلط، بس فلوسك اللي بتدفعها والمصاري اللي بتدفعها ربنا يكافئك عليها هنا على الارض. يعني ما يزرعه الانسان ايها يحصد، تدي للناس بطاطين مثلا يديك بطاطين هو ليك ولعيالك ويدفيك هنا ارضيا. اما السما فملهاش طريق الا ما اتم المسيح على الصليب، لانه قال انا هو الطريق والحق والحياة. عايز أقرأ لك آيات جميلة في إنجيل، في رسالة روميا وأصحاح ثلاثة، بتقول هذا الكلام العظيم. بص بيقول إيه الرب في رسالة روميا وأصحاح ثلاثة، وأقرأ لك من عدد 21: أما الآن فقد ظهر بر الله، بر الله يعني الله عادل بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. إذ الجميع أخطأوا، كل فقراء، يعني كله في نظر ربنا. أنا بقول لكل مشاهد وبقول لنفسي أرجوك ده مش مجرد وعظ، لكن اسمعوا، أنت أفقر مهما تكون مالتي ملياردير، أفقر من أنك تشتري السماء بفلوسك أو أي حاجة تقدمها لربنا. وربنا أغنى من أنه يبيع لك بيت الآب بشوية فلوس أو شوية حسنات بتقدمهم، حاشا. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، إذن متبرين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. عايز أقرأ لك كمان، أختم معاك بآية جميلة في سفر الرؤيا صح 21، بيقول: وسيمسح الله كل دمعة من عيونه في السماء، سماء جديدة وأرض جديدة. وبعدين بيقول: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. صح قبل الأخير في الكتاب المقدس بيقول لك انا اديك ترتوي مجانا، انا اديك تشبع مجانا، انا اوصلك للسماء مجانا ببلاش يا مش يا سمك، ببلاش يا سماء. طب هتقول لي اعمل ايه؟ كلام عملي. صلي معايا من قلبك مره، قول يا رب انا خاطي، انا فقير، فلوسي مش هتوصلني السماء، اعمالي مش هتوصلني السماء، انا جاي على اساس دم المسيح، بقبلك، بفتح قلبي ليك، تعالى غطيني وتعالى اشبعني، مش بالسمك لكن بعملك، بالنعمة. السمك دايما رمز للنعمة. واديني يا رب أعيش في انتظار مجيئك التاني. أرجوك اكتب لي تعليقاتك، اكتب لي أي استفساراتك، واتركك في رعاية الرب وانت بتقول ببلاش يا سما، مش لأنها رخيصة، لأن يسوع دفع الأجر على الصليب. لحلقة قادمة برنامجك الحياة. عند الصليب الرب يسوع واحدة من الكلمات السبعة اللي قالها، قال قد أكمل.
باللغة اليونانية معناها قد وفي الثمن. الرب يسوع دفع كل أجرة خطايانا. مجداً لك